حضرتنا في خلاط سونا كامل المكونات من سموذي، من كيوي، من عصير برتقال، من ثلج ونعنع، خلطناهم وأضفنا عليهم كمان محلي جو سويت، كوبين عصير برتقال، 4 حبات كيوي مقطعات، أوراق النعنع، ربع كوب محلي جو سويت، كوب ثلج. الآن بنضيف أوراق النعنع داخل الخلاط، بنضيف عصير البرتقال تمام، وبنضيف يا أبو طه الكيوي المقطع، وكمان رايح أضيف كمية من الثلج حتى يبرد بزيادة، أبطاها حتى يبرد إيش بزيادة. الله نيجي الله على السيفتي يا عيني. كيلو بسم الله، اسمع يا سيدي الطقة السكة.